حياكم الله وين ما كنتم متابعينا سما زاكروس وزميلاتي داخل الاستوديو. مثل ما تشوفون انا حاليا متواجده في مشروع كورنيش جسر الدلال الاثري الذي يعتبر اهم انجازات الكابينه الوزاريه التاسعه، ولتوافد به العديد من الزائرين والسائحين من مختلف المحافظات العراقيه للتمتع باجواء الخلابه، وخصوصا انها مطله على نهر الخابور. مشاهدينا خليكم ويانا بهذا التقرير. والله زاخو محافظه كلش جميله، وهي اول مره احنا نزورها ونجي هنا بزاخو، فشفناها كلش حلوه وناسها كلش طيبين يعني. والله هو المشروع هذا والكورنيش هذا كلش حلو يعني، مشروع عائلي والعالم تيجي تفسح به، فمشروع كلش حلو. واحنا نشكر حكومه كردستان على التطور الحلو هذا، وان شاء الله القادم افضل. مرحبا. مرحبتين. جاي. من موصل. يا اهلا وسهلا بيك وباهالي موصل، شلون شفت السياحه بزاكو؟ حلوه، حيل حلوه، جميله حيل، منطقه حلوه، سياحه حلوه ونظافه، منطقه حيل جميله. شنو رايك بمشروع كورنيش جسر الدلال؟ والله كلش حلو، كان قبل كان ما شويه ما عاد حلو، بس هسه تغير ترتيب احلى يعني كلش جميل. جهود حكومه كردستان مشكورة على هالجهود الزينة أسويها للمواطن. مشروع كورنيش دلال بصراحة إبداع يعني إلى درجة، يعني تطور كل الزين، تطور أقليم كردستان والله بصراحة زين يعني إلى درجة بجهود البارتي. الحمد لله. والله ما شاء الله، مكان درجة أولى ومنطقة درجة أولى، والله منطقة جميلة ونظيفة وما شاء الله يعني درجة أولى والله. هاي أول مرة تجي؟ إيه والله أول مرة أجي. شنو رأيك بالكورنيش؟ والله ما شاء الله رقم واحد. نشكر حكومة إقليم كردستان على هذا التطور الصاير هنا بالإقليم. شلون شفت السياح؟ والله السياحه تخبل متطور، يعني احنا قبل سنين جينا ما كان هيك تطور، هسه الحمد لله شوفي الناس بكل الانحاء عالجهه، يعني من حتى من بغداد من كركوك من كل مكان جايين، يعني جو مختلف بصراحه، يعني ممتع ممتع كلش، يعني متطور بكل الجهات، من ناحيه مثلا شلون مسوين جسور، شلون مهتمين مكان قازينات والمطاعم، يعني فهذا الشيء تطور ناس يجي بعد بالزايد، يعني هذا الشيء يعني يراد لها الشكر. من جايه؟ من كركوك. شنو رايك بمشروع كورنيش جسر الدلال؟ والله حلو، طيب، هواء طيب، جو زين، مشروع حلو فعلا، واعمار زين الحمد لله. هاي اول مره تجي نزافه؟ بل نعم. شنو رايك بالتطور الحاصل اللي هنا باقليم كردستان؟ والله خوش تطور فعلا، فعلا مطورين ومهتمين ونظافه وكل شيء بها جميل، نشكر الحكومه وفعلا مهتمين بالناس وما مقصرين ويا ناس، الحمد لله نشكر الحكومه على اهتمامها بالناس بالمشاريع. مشاهدينا مثل ما شفتم جولتنا داخل كورنيش جسر الدلال اللي يعتبر من أهم إنجازات الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كردستان، والتي ساهمت وبشكل كبير على زيادة أعداد زائريها وسواحها في المنطقة. في الختام كنت أنا معكم نجلاء السندي، إلى اللقاء.